كمان حلو خاصمت النوم، عمل غنائي جديد بتعاون ما بين روتانا للصوتيات والفنانة القديرة شيرين عبد الوهاب. هذا العمل الذي تصدر الترند رقم واحد على مستوى جميع الدول العربية وحصد على أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أقل من 2 يوم فقط، كما تصدر الترند العالمي رقم 6 خلال الساعات الأولى من إطلاقه. خلونا نسمع سوا جزء من الأغنية ونرجع لكم. بعدك ما ارتحتش يوم ونسيت وخاصمت النوم، أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيك، هكدب لو قلت بخير.